نوفل كيقلب على حل المشكله ديالو، عنده احتياجات خاصه وديما كيلقى مشكل التنقلات ديالو. دابا ما عارفش واش يتوجه للجامعه ولا الجهه ولا البرلمان. سوسن، بغيت ندير شي حل ليا والاصدقاء ديالي اللي عندهم حتى هما احتياجات خاصه. دابا يلاه دازوا الانتخابات الجامعيه والجهويه وجايين الانتخابات ديال البرلمان، وما عرفتش شكون اللي غادي يقدر يدير ليا الحل انا والناس اللي في حالي عندهم مشكل في التنقلات ديالهم. عرفتك مزيان كتفهمي في هذا الشيء ديال القانون العام، ممكن تشرحي ليا شنو هو الفرق ما بين الجامعه والجهة والبرلمان باش انا نعرف شنو خصني ندير؟ طبيعة الحال سي نوفل، انا راه الاشارة ديالك وغادي نشرح لك كل حاجة شنو هي وشنو هما اختصاصات ديولها وفاش كتليق وفاش يمكن ليها تعاونك. اول حاجة نقدروا نبداو بها هي الجامعة، حيت هي اللي قريبة لك، وإلا فهمتي شنو هي الجامعة الترابية غادي تفهم شنو هي الجهة. اذا شنو هي المهام واختصاصات ديال الجامعة الترابية؟ دابا غادي ندوخك شوية ولكن ركز معايا. على حسب الدستور الجديد ديال 2011، جماعة الترابية هي جهات والعملات والأقاليم والجماعات. المغرب مقسم في حال هكا 12 جهة، والجهة فيها العمالة والإقليم. الجماعة فيها واحد المجلس، وهذا المجلس هو اللي كيصوتوا عليه الناس. المهمة ديالو الأولى هي أنه كيدير واحد المخطط اللي غادي تخدم به الجماعة لمدة ديال 6 سنين، اللي كيهتم بثلاثة ديال النقاط. الأولى اقتصادية، يعني خاصو يدير برامج اقتصادية محلية ويحط خطط باينة ديال الاقتصاد كتجاوب على عدة أسئلة، منها كيفاش غادي ينمو الاقتصاد ديال الجماعة وكيفاش غادي نخلقو فرص الشغل. جماعة خاصة تعاون الدولة في البنية التحتية، يعني خاصة تبني الطرقات وتقاد البلايص فين يقدروا يديروا مشاريع كالأحياء الصناعية مثلا، ويعاونوا الناس اللي كيخدموا في السياحة ويوفروا لهم بنية تحتية. مجلس الجماعة هو اللي كيحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي والاستغلال ديالو والاستثمار ديالو، وهذا الشيء كينطبق على بزاف ديال الحوايج، لان مجلس الجامعه خاصو يدير كل ما في استطاعته باش يوفر بيئه مزيانه للاقتصاد. واجتماعيا الى جينا ندويو على الجامعه، فهي اقرب مجلس كيعرف شنو محتاجين المواطنين والاولويات ديال كل بلاصه وديال سكان الجامعه. بالنسبه للصحه خاصه تبني الناس سبيطارات، بالنسبه للتربيه خاصه توفر الناس المدارس، اما الشبيبه والرياضه خاصهم يوفروا الملاعب والمراكز الثقافيه. دابا غادي تقول لي خربقتيني، وشنو هو مجلس الجماعه وشنو هو مجلس الجهه؟ راه رئيس مجلس الجهه ورئيس مجلس الجماعه تقريبا عندهم نفس الادوار، غير واحد على مستوى الجماعه والمقاطعه والاخر على مستوى الجهه. فهمتي يا شيري؟ مجلس الجماعه كيتكون المستشارين اللي كيتغير العدد ديالهم على حسب العدد ديال السكان في الجماعه. كاينين جوج الانواع ديال المستشارين، النوع الاول هو نائب الرئيس، كيكون عنده تفويض باش يدير بعض المهام ديالو بحال تصحيح الامضاء ويسني بعض الرخص، اما الثاني ما عنده حتى تفويض وكاينين في الجماعه حيت الناس صوتوا عليهم. والدور ديال المستشارين محدود بزاف، كيكونوا من المعارضه في دورات المجلس وكيصوتوا اولا ما كيصوتوش على القرارات. رئيس خاصو يكون راجل مزيان وكيفهم في الاقتصاد والثقافه ومجالات اخرين، ودابا انت خاصو يحس بك ويعرف المشاكل ديالك. واش فهمتي اش خاصك دير؟ خاصك تزيد تصوب شي عارضه ودير ملتمس قانوني باش دير البرلمان. خلينا نهضر لك على البرلمان، راه باقي بزاف ما يتكلم.